سيدي بعيد من هنا. يلا 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 شباب يلا يلا الله يرضى عليك يلا يلا شريف يلا لو كان الله لما كنا في هذا الوضع يلا شباب لو ان كنا نخشى ونخاف الله تقمعات ماشي تمنعات. السلام عليكم بالمحسن محمد سائق مهني بطبيعة الحال. كما لاحظتوا هذا القمع الغير قانوني بعد ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه حنا راه ماجيش واقفين مساليين راسنا ما عندنا ما تيدار ما عندنا لا ولاد لا وتاد لا حتى شي حاجه. حنا واقفين على الحق ديالنا الحق المشروط والمشروع اللي سنين هادو حنا كنطالبوا به داخل مدينه الانوار. مع العلم اننا عندنا اجتماعات مع الاداره كتلتزم فيها ان الصنف الاول الخطافه خاصها تحاربهم ما كتحاربهم ما حتى شي حاجه. قلت الملك تيدعي اننا نكونوا تكون مدينه الانوار مدينه نموذجيه. هادشي راه ماشي هادشي راه ما كيصوبش كاع في التعليمات ديال صاحب الجلاله. الوغ حنا كاينه السلطه كاين الامن كاين كلشي الخطاف الكرون طاكسي سلاوي تماريك خميسات تيصول ويجول كيما بغى بكل حريه ما كيهضر مع حتى شي واحد. ملي غيكون هادشي غنخدم انا كاسم الثاني فين غنخدم انا؟ الا بقات هاد الامور بحال هكا راه حنا كاملين غنمشيو نخطفو ولا غنقتلو ولا غنكريسيو ولا غنديرو اي حاجه. والسلام عليكم. محسن الصفه سائق مهني زيرو بولون زيرو حقوق في هذه المدينه. كما تتعرفوا جميع المدن المغربيه نزل فيهم قرار الا مدينه الرباط بغينا نعرفوا علاش ما نزلش القرار. علاش هذا القرار تيقولوا لنا هذا الشهر الشهر الجاي الشهر الجاي دابا واصل عامين وباقي القرار ما بغاش. حنا تنتواجدوا في الرباط ومدينه الانوار والوزاره الوصيه اللي هي وزاره الداخليه اللي مسؤوله على هذا القطاع هي كاينه غير في حي الرياض. علاش ما يطبقش القانون؟ الكل تيعرف بان النقل السري ديال غزه هو مدينه الرباط هما غير مع الدوره. كان لازم وبالاحرى هاد القوات الامنيه تمشي تحارب النقل السري اللي مع الدوره ماشي تجي تناضل في المناضلين الاحرار اللي بغاو يوصلوا واحد الميساج للاداره. وكما تتشوفوا تيتم المنع ديالها ما عرفناش علاش باش من حق ما دايرين عرقله السير ما دايرين فوضى في الشارع العام. تنطالبوا بوقفه سلميه باش نوصلوا الاراء ديالنا الاداره المعنيه اللي ناعسه في سبات عميق. ما كايناش الملفات ديال الطاكسيات ما كاينش اللي تيهضر عليهم وما كاينش اللي تحركهم. فيما كاينين هنا عندنا ممثلين وانا تنعترف بها ممثلين فاسدين لا يصلحون لتمثيل سيارات الاجره الصنف الثاني على غرار الصنف الاول اللي تتشوفوه تيغزو مدينه الرباط زنقه بزنقه. الممثلين ديالنا حنا عندنا بيادق صغيورين بيادق صغيورين تيلعبوا بحال الكراكيز لا يمثلون حتى انفسهم لا يمثلون انفسهم. حنا تسميهم السماسره ومعلمين شكاره. هادشي اللي خاصكم تعرفوا. والزيرو بولون هو اللي في المعاناه مع المواطن ومع الزاول اللي تيركب عنده. كما تتعرفوا الخطافه بالعشرات الالافات هنايا تيشتغلوا في مدينه الرباط. حديت ولا حرج. تيشتغلوا النقل الغير سري اللي سميناه الغير سري اللي ولا كلشي تيعرفوا. تيهزوا 12 واحد باطنير 12 واحد قدام رجال الامن تيحرقوا الضو الاحمر ما تيسوقبوش قيف. ولكن هادشي جاي على العشوائيه وطريقه الشغال ديال الصنف الاول اللي ما تيديرش المهام ديالو اللي هو ربط ما بين المدن من مدينه الرباط الى سلا او من مدينه الرباط الى مدينه تماره. كما تتعرفوا ملي تيخوي مجال الشغال ديالو تيدخلوا هاد النقل غير السري تيدخلوا تيشتغل باريحيه قدام اعين رجال الامن. وتنتحمل المسؤوليه ديالي واللي بغى يجي يوقف هنا مع الست العشيه غادي يشاهد الكل غادي يشاهد هذه المهزله اللي ولينا عايشين بمدينه الانوار. السلام عليكم. حنا كنا بصدد القيام بوقفه احتجاجيه يعني باش نوصلوا ديالنا للراي العام لاننا في هذا القطاع هذا ديال كان القطاع ديالنا كنعانيو من بزاف المشاكل منها النقل السري منها النقل التطبيقات منها سياره الصنف الاول اللي ما بقاتش كتحترم المحطات ديالها ولا الممرات المخصصه لها يعني ولات كتصول وتزول في المدينه كما يحلو لها. ومن هذا الباب حنا قررنا نوصلوا الصوت ديالنا للاداره باش تعاون معنا وتقوم بشي خطوه اللي تعاوننا على هذا الباب هذا لان طاقنا جميع البيبان وعندنا بزاف ديال المحاضر مع الاداره ولكن لا مجيب. من ناحيه التطبيق كنبقاو ديما في نقطه الصفر ونتمنوا هذا المنع هذا يكون منع خير والسلطات تقوم بالواجب ديالها وتنفذ المهام المنوطه بها. وتحيه طيبه. نشكروا الاخوه الاعلاميين على المبادره والمؤازره. هذه الوقفه هي وقفه سلميه موجهه للاداره بناء على كل القوانين. رسلنا الاداره عده مراسلات لم يجيب
ابواب مسدوده، فاذا بنا من التجانا للحل النضالي اللي تكبروا القانون، راسلناهم كذلك بدون جواب مقنع، فاذا بنا تنتفاجئوا بهذا المنع الشفوي. احنا مازال في زمن الشفويه، والمطلب ديالنا عادي للغايه وهو تطبيق القانون. واش كاين شي واحد يهرب من تطبيق القانون؟ حنا ما بغينا لا اضافه لا والو. فالاداره تتبين على سوء النيه ديالها وعلى العجز ديالها في تدبير القطاع وعلى التماشي ديالها مع والتواطؤ ديالها مع الفاسدين. فالاداره اليوم حزمه بالفاسدين، باغي يبقى الوضع على ما هو عليه. لذا تنشكركم الاخوه على المتابعه وعلى المؤازره، تبارك الله لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اشكاين من بلاي ستور واب ستور.